استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. خلال اللقاء استعرض سموهما عددا من الموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي، حيث أكد سموهما أن اللحظة التنموية والعمرانية التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تسير بخطوات ثابتة من أجل تحقيق تطلعات المواطنين والارتقاء بأوضاعهم المعيشية على كافة المستويات. ونوه سموهما إلى أن المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها في مختلف مناطق المملكة من شأنها أن تحقق نقلة نوعية في طبيعة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن وتيرة العمل تتم بصورة متسارعة من أجل إنجاز هذه المشروعات التي ترتقي بمختلف أوجه الحياة في البحرين وتعود بالنفع على المواطنين. وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء على أن التحديات التي تمر بها المنطقة تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود من أجل الحفاظ على المكتسبات التنموية التي تحققت في المملكة، مؤكدين سموهما أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يعدان عاملين مهمين لصيانة المنجز الوطني في كافة القطاعات.